Hey little fish in the bottom of the ocean, moving along in a really cool motion. Did you ever wonder where you came from? Who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord. Allah, the creator of us all. والآن نروح الفرقة المسرحية من دولاب صوتي في رمضان فليتقدموا على المسرح. Next on stage is a skit from South Sea, Ramadan. Let's welcome them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amamakum faslu sadis min alamin South Sea. Nukaddibu lakum masrihiyatu ahla Ramadan. Ahlan bikum. Naam ya abi ana qadim. Assalamu alayka ya walidi. عليكم السلام. ماذا كنت تفعل يا امتياز؟ كنت استعد لمباراة فريقنا. وكيف تلعب قبل أن تذاكر دروسك؟ عملت واجباتي وذاكرت دروسي. بارك الله فيك يا ولدي. بارك الله فيك. ادعو الله لي يا أبي. أداك الله يا امتياز. وفق خيرا دائما. أين عبد الرحمن؟ سأناديه يا أبي. نعم يا امتياز. أبي يناديك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا أبي. ماذا كنت تفعل يا عبد الرحمن؟ كنت أستعد للامتحان غدا يا أبي. وكيف استعدت لهم؟ استمعت لشرح المعلم جيدا وجاد في مذاكرة دروسي وتربت على حل الأسئلة. أدعو الله لي يا أبي. هداك الله يا عبد الرحمن وجعلك من الناجحين المتفوقين. أين أخواتكم؟ لم أراهما منذ العصر. ساعدونا ساعدونا ساعدونا. احملوا معنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. خير يا بناتي. هواء. أريد هواء. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث يا أخواتي؟ ما أريد ما سأحضره لك. تفضل الماء. سم الله يا أخت واشربي بيمينك. بسم الله. أين كنتما يا أخواتي؟ كنا في السوق. ولماذا كنتما في السوق؟ كل عام وأنتم بخير. رمضان قادم. وما علاقة رمضان بالسوق؟ كنا نشتري استعدادات رمضان. قدام. ماذا في هذا الكيس؟ هذه بعض المطعم والعصائر. وهذا الكيس؟ هذه وسادة لأنام فيه الدوال رمضان ولا أشعر فيها بالتعب الصيام. وهذا؟ هذا الظرف لعبى فيه المسابقات رمضان. ولماذا الهاتف؟ للاتصال بالمسابقات وأدفع جوائز قيمة. لكنك فعلت هذا في العام القادم ولم تربحي أي جائزة. ولماذا صحيفة؟ فيها مواعيد الأفلام، المباريات، المسرحيات، المسلسلات، حتى لا يفوتني منها شيء في هذا الشهر المبارك. نعم رمضان شهر مبارك، لكنكم بأفعالكم هذا حولتم شهر رمضان إلى شهر للكسل والأكل واللهو، وهو شهر العبادة والطاعة. أين أمكم؟ لم أراها. يا أمي يا أمي يا أمي. أبي يناديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونحن سنصلي التراويح في كل يوم في المسجد مع المحافظة على صلوات
تنسوا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. أمي تتعب من أجلنا، علينا أن لا نتركها وحدها، تقوم بأعباء منزل رمضان، تجب أن نساعدها حتى تمكن بالعبادة وتقرب إلى الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، الصوم رمضان أحد أركان الإسلام، وهو شهر القيام وتلاوة القرآن، فيه تفتح أبواب الجنات وتضاعف الحسنات وتجاب الدعوات وترفع الدرجات وتغفر السيئات، من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، في ليلة القدر خير من ألف شهر. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان ففتحت أبواب الجنات وغلقت أبواب النار وشفتت الشياطين. أهل رمضان شهر الخير والقرآن، أهل رمضان شهر الخير والقرآن. شكرا. Came from, who is the Lord of all creation? The little fish said, that's my Lord. The little fish said, that's my Lord.